بنصب عليكم مره تانية، وخلونا نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح، وكان ابرزها ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد يوم امس اداء حلف اليمين للمستشار حسني حسن عبد اللطيف ابو زيد كرئيس لمحكمه النقد، والمستشار حافظ احمد عباس محمد كرئيس لهيئه النيابه الاداريه، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي كرئيس لهيئه قضايا الدوله. بالاضافه ايضا الى ان رئاسه الجمهوريه اعلنت عن استضافه مصر لمؤتمر قمه دول جوار السودان، وذلك في 13 من شهر يوليو الجاري. إضافة إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات العمل بمشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد رئيساً لمحكمة النقد، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيساً لهيئة قضايا الدولة. كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي محمد عيد محمد محجوب رئيس محكمة النقد السابق، والمستشار عدلي عبد الفتاح زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفاني وإخلاص على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي. امبارح صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، بتستضيف مصر في 13 يوليو 2023 مؤتمر قمة دول جوار السودان، وده لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من أمام مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اصطفاف 20 مركز تكنولوجي متنقل لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والخدمة محافظتي الإسكندرية ومطروح. وأكد رئيس مجلس الوزراء إن المراكز التكنولوجية المتنقلة بتأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع استعرض فيه عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، وده في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات والاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، وأكد مدبولي حرص الدولة المصرية على إنجاح مخططاتها لتنمية هذه المنطقة كأحد مشروعاتها القومية الكبرى اللي بتوليها أهمية شديدة لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي الحيوي. امبارح برضه تابع الدكتور مصطفى مدبولي حصاد الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من عام 2023، وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والدور اللي بتقوم بيه بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في الاستجابة المميزة والتعامل الفوري مع الحالات وتسهيل الكثير من الإجراءات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة على مستوى المحافظات. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء منهج اكتشف أو ديسكفر لطلاب الصفوف الابتدائية بداية من العام الدراسي 2023-2024. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه استمراراً لجهود القوات المسلحة في توعية أبناء المجتمع المصري بما تقوم به الدولة من إنجازات في كافة القطاعات، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بالوزارات والأجهزة المعنية بالدولة وطلبة المدارس والجامعات، شملت عدد من القواعد والوحدات العسكرية والمشروعات الإنتاجية والتنموية لمتابعة الطفرة الهائلة اللي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.
أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي محافظة الإسماعيلية تم الانتهاء من مكانة 40 مركز ووحدة طب أسرة. أما في محافظة البحيرة فقد تم توفير قروض بقيمة بلغت 3 مليار و195 مليون جنيه لمشروعات الشباب. بالنسبة لمحافظة المنيا فتم الإعلان عن إجراء 53 ألف عملية جراحية منذ انطلاق مبادرة قوائم الانتظار. تفاصيل وأخبار تانية من عدد كبير من المحافظات في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الإسماعيلية أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية الانتهاء من مكانة 40 مركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بالمحافظة، إضافة لتطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة ب 42 معمل والأرشفة الإلكترونية للأشعة ب 16 قسم للأشعة بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية. في جامعة سوهاج تم افتتاح المرحلة الأولى لمبنى الإسكان الطلابي بحي الكوثر بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه. المبنى بيستهدف توفير كافة الإمكانات المتاحة لضمان راحة الطلاب وخلق المناخ الدراسي الملائم. في الغربية شهدت المحافظة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة داخل قرى ومدن المحافظة، وقدمت الأطقم الطبية 123,087 خدمة من خلال 165 فريق طبي. في البحيرة أعلنت المحافظة إن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك بلغت 3 مليار 195 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، وتم تمويل حوالي 33,258 مشروع استثماري. المشروعات دي ساهمت في توفير أكثر من 93,000 فرصة عمل للشباب. في دمياط أكد جهاز مدينة دمياط الجديدة إنه لأول مرة جاري تنفيذ الشاطئ الخاص لأصحاب ذوي الهمم، وتم تخصيص جزء من الشاطئ العام لأصحاب ذوي الهمم وأسرهم مجهز بكل سبل الراحة والأمان والخصوصية مع سهولة الدخول والتنقل. في المنيا أعلنت المحافظة عن إجراء 53,035 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وده للتخفيف عن كاهل المواطنين والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية. في الأقصر شهد أرض مطار البالون الطائر غرب المحافظة عودة تحليق رحلات البالون بعد توقفها على مدار 3 أيام ماضية نتيجة سوء الأحوال الجوية. وامبارح خرجت 20 رحلة بالون على متنها 480 سائح من حول العالم وسط أجواء من الفرحة والبهجة بعودة الرحلات للتحليق من جديد.